جزاكم الله خيرا. يرجو من فضيلة الشيخ صالح تفسير هذه الآية التي أورد جزءا منها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى آخر الآية. هذه الآية رخصة من الله سبحانه وتعالى لمن لا يقدر على مهر الحرة. المحصنات المراد بهن هنا الحرائر، والطول معناه المهر. فمن لا يستطيع مهر الحرة فإنه يرخص له في أن يتزوج الأمة المملوكة من فتياتكم المؤمنات، يعني من المملوكات، من المماليك، فتياتكم المؤمنات. هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى بشروط: أولا أن لا يكون قادرا على مهر الحرة، وثانيا أن يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، ذلك لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الشرط الثالث أن يكون قصده من ذلك إعفاف نفسه، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أن يكون قصده من ذلك إعفاف نفسه وإبعادها عن الوقوع في الحرام. نعم.